السلام عليكم، أسعد الله يومكم بكل خير. اليوم يا شباب راح نبدأ مع بعض بـ Chapter 3 أو Topic 3 في مادة CS 110، فموضوعها راح يكون الـ Strings. موضوعها راح يكون الـ Strings، إنه كيف نتعامل مع الـ String اللي هي بتكون Array of Characters أو مجموعة الـ Characters، بتكون ما بين Double Quotation أو اللي بتكون ما بين Single Quotations. A sequence of characters. هذا هو تعريف الـ string، عبارة عن مجموعة يعني characters. We have talked about strings being a sequence of characters. Sami, go to Amman. يعني الـ string هو عبارة عن sequence of characters. مثال على ذلك double quotation. Sami, go to Amman. Double quotation. هذا عبارة عن string، عبارة عن مجموعة characters. S عبارة عن character. A عبارة عن كاركتر، الام عبارة عن كاركتر، الاي عبارة عن كاركتر، السبيس عبارة عن كاركتر. قد انا اضع هنا رقم الشارع، يعني سامي go to عمان to the fifth يعني circle. فاذا حطيت الخمسة رقم 5 بالسترينج كمان يعتبر كاركتر، اذا حطيت الدوت كمان يعتبر كاركتر، يعني يعتبر رمز. A string is indicated between single quotation or double quotation. النص مثل ما حكينا بيكون ما بين double ما بين single quotation بداية single quotation يعني نهاية، أو ما بين double quotation بداية double quotation نهاية. The exact sequence of characters is maintained. طبعا بيحافظ على السيكونس للكاركتر ومواقع الرموز، وهل هو capital letter أو small letter، هل في عندك special character أو لا. It's also a collection. كمان هذا يعتبر collection، يعتبر group كامل. Create the object with assignment or str constructor. ممكن أنا الآن أعمل string عن طريق assignment statement، إني أعمل تعيين لstring في variable، أو عن طريق str function. Str function بيحول لك النمبر إلى string، يحول لك الفاليو اللي بداخله الى string. And there is three double quotation. كمان في عندنا three double quotation بداية و three double quotation كنهاية. هاي نحن اخذناها سابقا، عبرها بقدر اني انا احدد الكومنت، احدد الكومنت ما بين three double quotation و three double quotation. لكن الان هنا الها استعمال اخر. Triple quotes preserve both the vertical and horizontal formatting of the string. إذا ممكن أنا الآن أحافظ على ال vertical وال horizontal formatting لل string عن طريق ال three double quotation. Allows you to type tables, paragraphs, whatever and preserve the formatting. عبرها بتقدر إنك أنت الآن تدخل بيانات بطريقة معينة بفورمات معين. مثال على ذلك three double quotation. This is نزل لسطر جديد new line a test new line today و three double quotation. فالآن هذا عبارة عن string، أنا ممكن أخزنه ب variable، فلما بدي أطبعه بحافظ على نفس السيكونس وعلى new line الموجودة فيه، بحافظ على نفس السيكونس. فهذا الإشي أنا ممكن إني أتعامل بالstring، إني أحافظ على الفورماتنج لو كان على أكثر من line عن طريق 3 double quotation بداية و 3 double quotation كنهاية، فهذا يعتبر string ليس ب comment. طبعا نحن بنعرف انه comment، انه string مش comment. في البرنامج بكون انا عامل printing، او عفوا انا بكون واضعه في variable بعد هيك عامل printing لإله. Also used for multi-line comments. كمان ممكن انا استخدم 3 double quotation بداية ونهاية للmulti-line comment. والهاش أنا بستعملها للone line comment، زي هيك مثلا double quotation ثلاث مرات عندك مجموعة تكست إلى آخره. أوكي، طيب الآن خلينا نأخذ مثال على هذا الشيء. الآن أنا هون عندي S1 يساوي double quotation double quotation double quotation will come new line to
new line CS 110 new line بعد هيك double quotation double quotation double quotation. فلأن أنا هنا وضعت هذا النص بالفورمات اللي ظاهر أمامنا مع الـ new line الموجود وضعته بالvariable S1. فإذا بدي أطبع الvariable S1 بيطبع لي النص هذا زي ما هو بالnew line بالفورمات الموجود عندنا. run لاحظ معي welcome في space قبلها بعد هيك نزل new line 2 نزل new line CS 110. فأنا هيك عرفت variable اسمه S1 هو عبارة عن string ودخلت فيه القيمة هاي. أو أنا بقدر أني أعرف الvariable مثلا S2 يساوي S2 يساوي مثلا علي space عمري زي ما نحن أخذناها أنه ببدأ بدبل كوتيشن وبنهي بدبل كوتيشن. وبعد هيك بقدر أني أنا أعمل printing للS2 printing للS2 فبطبع لي إياها علي العمري. وممكن أنا أبلشه بسنجل كوتيشن وأنهي بسنجل كوتيشن ما في إشكالية علي عمري. بس ما بزبط أني أنا أبدأه بسنجل كوتيشن وأنهي بدبل كوتيشن هذا الإشي ما بزبطش. لاحظ معي طلع لي عليها إيرور. وإذا حاولت أني أعمل رن أنا بيعطيني عليها syntax error إنه هذا الإشي مخالف لقواعد اللغة. فالآن برجع عنا إما double quotation بداية ونهاية أو single quotation بداية ونهاية. أوكي. في عندنا كمان يا شباب non-printing يعني characters. في عندنا characters هي بتكون non-printing ما بتم طباعتها لكن فيها action بيصير فيها action. If inserted directly we are preceded by a backslash the backslash character new line أو tab. فأنا ممكن أحط single quotation backslash n backslash n كstring فهي معناها new line أي معناها new line backslash n كstring أو backslash t بين single quotation وsingle quotation هي تعتبر tab. tab يعني كأنه بيعمل أربع spaces كأنك بتعمل أربعة يعني شو spaces أو كأنك عم تضغط كبسة tab لما تكتب أنت على البورد وتضغط على tab بتلاقي المؤشر قفز حوالي أربع spaces بكبسة tab. فهيك أنا الآن ممكن أعمل printing بلا data أو لا output وأخلي new line عن طريق backslash n أو أني أخلي بين كل output وآخر tab عن طريق backslash t. أوكي. طيب الآن نأخذ مثال على ذلك. أوكي. الآن لاحظوا معي عندنا for i in range 1 21 و 3 print لآي وإند equal backslash n. لأن أنا هون عندي loop بدي مر من واحد إلى ما قبل 21 والجمب مقدار 3 يعني رح يمر بواحد أول مرة i بتكون واحد بعدين بتصير 4 بزيادة 3 بعدين بتصير 7 بعدين بتصير 10 إلى آخره. وكل مرة بطبع i والإند الآن لاحظ معي بين كل i والثانية new line اللي هي backslash n new line. واصلا جمله البرنت لوحده بتطبع لك الاي وبنزل لك سطر جديد اذا انت ما استعملت الانت. اوكي خلي هي الجمله ناخذها بعدين. اوكي طيب هي رن الان لاحظوا معي اعطاني 1 4 7 10 13 16 و19 وبيناتهم نيو لاين. لان خليني الانت انا بيناتهم بتكون تي باك سلاش تي اللي هي التاب اللي هي تاب. رن لاحظ معي علي عمري بعدين واحد اللي هي اي فور اي ان رينج بعدين 4 7 10 13 16 و19 فهيك صار بين كل فاليو الثاني تاب اللي هي باك سلاش تي باك سلاش تي. واذا عندي الان انا اوتبوت اخر بدي اطبعه برنت بدي احكي مثلا الاند الاند الان بتكون بينها وبين آخر آي بيكون عندك تاب لأنه هي التاب بتفصل بين البرينتد داتا مع النكست برينتد داتا مع الداتا التالي رح يتم طباعتها. خيرا
لاحظ معي طبع لك القيم بعد الاند، لان بعد الاند هاي اذا انا بدي اطبع شيء راح يطبع لك اياه على نيو على نيو لاين، لانه انا هنا بعمل برنت لاند فطوالي بنزل للنيو لاين. اوكي الان تكمل على هذا المثال. الان عندنا هنا برنت هاي كوما هاو ار يو باك سلاش ان، لاحظ معي موجوده عندنا هنا بالسترينج، بعدين ويلكم تو بعدين باك سلاش ان سي اي اس 110. لاحظ معي هنا راح يطبع لي اياها هاي هاو ار يو بعدين نيو لاين، راح ينزل سطر جديد ويلكم تو بعدين عندك نيو لاين راح ينزل لسطر جديد وسي اي اس 110، فبالتالي راح يطبع هاي البيانات على 3 لاين على 3 لاين. هاي رن، لاحظوا معي هاي هاو ار يو بعدين ويلكم تو، طبعا ويلكم قبليها في سبيس لانه انا عندي هون سبيس قبل الويلكم، ويلكم تو بعدين عندنا نيو لاين بعدين عندك سبيس اللي هي سي اس 110، فنفذ ليها بالطريقه هاي. ممكن انا الان استبدل الباك سلاش ان بباك سلاش تي، فبيصير يعمل لك تاب بيناتهم، يعمل لك تاب بيناتهم. هاي رن، لاحظ معي هاي هاو ار يو تاب ويلكم تو تاب سي اس 110، هي هي هاي هاو ار يو هي موجوده هنا بعدين تاب لانه عندك باك سلاش تي، بعدين عندنا ويلكم تو هي ويلكم تو باك سلاش تي بيعطيك تاب بيعمل لك تاب هي تاب بعدين سي اس 110 سي اس 110. اوكي طيب string representation every character is mapped associated with an integer. الآن كل string أو كل character بالstring بتم عمل mapping لإله، بتم عمل تمثيل لإله بالASCII code. نحن بنحكي عنها الASCII code اللي هو binary representation، بيكون binary representation بالbits ونحن بنتعامل معها بالكمبيوتر كانتجر كرقم بال ديسيمال، لانه هذا اسهل لنا بالتعامل، اسهل اني انا يعني اتعامل فيه كانتجر. فاليو تي اف 8 هذا عباره عن طريقه ترميز او تشفير للبيانات، هي طريقه ترميز للبيانات اللي هي سبست اوف يونيكود، هي عباره عن جزء من اليونيكود از اساتش ا مابينج، هذا هو طريقه المابينج عشان يعمل تحويل للكاركترز الى باينري او الى انتجر. حول لك الكاركتر الى انتجر، لانه اصلا الكاركتر لما بتخزن على الكمبيوتر هو اصلا بتخزن بالباينري، بتخزن بالباينري 0 and 1، واي شيء بتخزن على الكمبيوتر معروف انه بتخزن بالباينري، انه الكمبيوتر ما بيفهم الا المشين لانجوج الا الزيرو. فالان كل كاركتر بيتم تمثيله في باينري ريبريزنتيشن، او طبعا هذا الشيء حسب الانكودينج، حسب الانكودينج المستخدم. ومن اشهر انواع الانكودينج اليو تي اف 8 اللي هو عبارة عن جزء من اليونيكود. لأن في عندنا هون الفانكشن اللي هو ORD، هذا عبارة عن فانكشن ستاندرد. الفانكشن ال ORD takes a character and return its UTF-8 integer value. هذا الفانكشن بياخذ لك أي كاركتر، ال ORD بياخذ لك أي كاركتر وبرجع لك الانتجر فاليو اللي بيقابله، برجع لك الانتجر فاليو اللي بقابله. فانا ممكن بالORD احكي بدي اشوف قديش الORD للA للكاركتر A، يعني اشوف الانتجر فاليو للكاركتر A. الكاركتر A راح تمثل في الكمبيوتر على شكل اي رقم بالانتجر، فالفانكشن راح يعطيني اياها. وفي عندنا الان عكسه، عكس الORD اللي هو الكاركتر CHR، في عندنا فانكشن CHR takes an integer and returns the UTF-8 character. الفانكشن CHR تعطي رقم integer، هو بيعطيك الكاركتر اللي لإله، بيعطيك الكاركتر اللي لإله، لأنه نحن حكينا إنه الكاركتر في إلها mapping لانتجر value، فأنا ممكن أحول كاركتر إلى أشوف شو هي المابد integer value اللي لإله عن طريق الفانكشن الORD، أو ممكن أنا أشوف الانتجر فاليو شو الكاركتر اللي ما بدلاقي له عن طريق الفانكشن اللي هو CHR
CHR وبعطيه انتجر، فبيعطيني الكاركتر اللي هو مرتبط بهذا الانتجر أو اللي بيتم تمثيله بهذا الانتجر. لمثال على ذلك print الORD للكاركتر A، print الORD للكاركتر A اللي رح يعطينا 97، رح يعطينا 97 لأن الكاركتر A يمثل بالانتجر 97، يمثل بالانتجر 97 وبيتم تخزينه في الكمبيوتر، بيحولوا 97 اللي هو الرقم بالديسيمال إلى باينري. الآن عكس ذلك اللي هو print CHR الكاركتر ل 65، الكاركتر 65 إيش هو الكاركتر اللي إله integer value 65 اللي هو A capital، اللي هو A capital. فال A capital إلها الكاركتر، إلها عفوا integer 65، ال A small إلها integer value 97. 97 يعني عنده هناك ملاحظة ال ORD return the Unicode point for one character string، إنه ال ORD بيعطيك ال Unicode integer value ل one character فقط، ل one character مش ل string كامل، يعني مش ل two character أو three character، لا ال ORD بتأخذ one character only بس. أوكي الآن هون عنا table كثير مهم، هذا table بيورجيك هذا subset of the UTF-8، هذا بيورجيك كل كاركتر شو هو شو الانتجر ريبريزنتيشن اللي له. الان الاشياء اللي نحن مهم انه نعرفها، الزيرو، الزيرو الها ريبريزنتيشن بال 48 بانتجر فاليو 48، ومنها الواحد 49 اللي هي القيمه التاليه 52 351 452 وهكذا. الان الاي كابيتال إلها الـ integer representation 65، فالـ A إلها integer representation 65 طبعاً A capital، فالـ B capital القيمة التالية 66، الـ C 67، الـ D 68، الـ E 69، الـ F 70، الـ G 71 وهكذا. والـ A small، A small إلها integer representation 97، الـ A small، فالبي سمول إلها انتجر ريبريزنتيشن 98، السي 9 ويعني يعني 90، الدي سمول إلها 100 وهكذا. فنحن مهم نعرف إنه الزيرو إلها انتجر ريبريزنتيشن 48، الاي كابيتال 65، الاي سمول 97، ومنها الآن بنعرف باقي الكاركترز اللي هما من اي كابيتال تو زد كابيتال، من اي سمول تو زد سمول، من 0 إلى 9. فمن هون الآن print ال ORD لل A small اللي هو شو هو ال integer representation لل A small رح يعطيك 97 بناء على هذا التابل، و print ال character CHR لل 97 لل integer 97 شو ال character اللي مرتبط أو اللي له representation على شكل integer 7 يعني 97 اللي هو A small، لأنه عندنا هي ال A small انت لها انتجر ريبريزنتيشن 97. طيب الان خلينا نطبق هذا الاشي على الكمبيوتر. الان لاحظوا معي انا معرف هنا فاريبل اكس يساوي 100، print character of integer 100 is و CHR of x، CHR بتعطيك الكاركتر وانت بتعطيه الانتجر، لان نحن عم نعرف انه الA small 7 يعني 90، فالB small 98، الB C 99، الD، فبالتالي مطلوب يعطينا D، مطلوب يعطينا D اللي هي الA B C D. طيب هاي run فالكاركتر of integer 100 is d، راح يطلع لك d، بينما لو دخلنا الآن مثلا 97 run راح يعطينا a small، راح يعطينا a small. طبعا أنا هنا مطلوب أحط 97. أوكي خلينا شوي أغير على الكود of integer
plus str of x plus is. اوكي طيب run. لاحظ معي الان character of integer 7 يعني 90 is a, a small. طيب لو دخلنا 65 run راح يعطينا الكاركتر اوف انتجر 65 از اي كابيتال. لو دخلنا مثلا 55 انا مش عارف الان حقيقه 55 ايش هي الكاركتر ريبريزنتيشن اللي لها هي ران اعطانا 7. اوكي هو 48 از 0 فانا مطلوب بناء عليها اعرف ال 55 انها لل 7. مثلا لو اخذنا ال 25 او ال 26 اوكي هيرن 26 راح يطلع لك رموز خاصة, راح يطلع لك رموز خاصة غريبة. أوكي طيب نرجع الآن للسبعين. 65 عندنا A capital فتطلع F capital. أوكي الآن integer of character 8 is odd of 8. الـ ORD زي ما حكينا بيعطيك الـ integer value للـ character, إنه هذا الـ character mapped لأي integer value. فالآن الثمانية للثمانية شوفوا الآن الـ integer value لإلا راح تكون عبارة عن 65 سوري عبارة عن 86 عبارة عن 86. طيب لو سألت عن الزيرو أنا الـ ORD الزيرو لاحظوا معي راح تكون عبارة عن 48 راح تكون عبارة عن 48. لو بدي أسأل عن الـ A small الأورد الأورد للأي سمول راح تكون عبارة عن 97 راح تكون عبارة عن 97. أوكي strings الآن can use single or double quotes مثل ما حكينا إما single أو double quote just do not mix them. ما بزبط إني أعمل mixing ما بيناتهم, أبلش بsingle quotation وأنهي بdouble quotation. هنا هذا بيعطيك error خطأ. Do not mix single and double quotes. Inserting an apostrophe. ممكن أنت الآن تضيف زي فاصلة العلوية. A يساوي double quotation. Nights single quotation و S double quotation. فالآن أنا هنا النص واضح إنه راح يبلش double quotation راح ينهي double quotation. فراح يأخذ nights مع single quotation هاي الموجودة فيها. لكن إذا بلشت النايتس بسنجل كوتيشن وأنهيت بسنجل كوتيشن فإذا أنا بدي إياه يتعرف على السنجل كوتيشن وأنا مستعمل سنجل كوتيشن بداية سنجل كوتيشن نهاية بستعمل الباك سلاش فالباك يعني في الباك يعني سلاش تعمل اسكيب سنجل كود تعمل اسكيب لأول سنجل كود إنه هاي عبارة عن جزء من سترينج مش عبارة عن بداية سترينج ونهايته. فأنا هيك خزنت النايتس فلاحظ معي A يساوي نايتس دبل كوتيشن بداية دبل كوتيشن كنهاية وكتبتها زي ما هي مع سنجل كوتيشن فبطبع لك إياها بالطريقة هاي إذا أنا بدي أطبع A. بينما B أنا بدأت بسنجل كوتيشن وأنهيت بسنجل كوتيشن وبدي أضع سنجل كوتيشن بالنص فبسبقها بباك سلاش فإذا بدي أطبع البي راح يطبع لي اياها نايتس بهذا الشكل بدون الباك سلاش لانه هي لما اضعها هون معناها بيعمل اسكيب لون كاركتر بعديها بتجاوز عن ون كاركتر بعديها وبيعمل اسكيب للسنجل كوتس اللي بعديها. فهي الطريقه اني اكتب النايتس مع سنجل كوتيشن اما ان ابداها بدبل كوتيشن وانهي بدبل كوتيشن او اني ابداها بسنجل كوتيشن وانهي بسنجل كوتيشن واستعمل الباك سلاش. اوكي طيب خلينا الان نطبق مثال على ذلك. اوكي نايتس طيب print name وضعنا النايتس مع سنجل كوتيشن دبل كوتيشن بداية دبل كوتيشن كنهاية فprint اطبع لي اياها.
لكن إذا أنا بدي أضع single quotation بداية single quotation كنهاية صار الآن عنده خربطة، اعتبر single quotation هاي بالنص اعتبرها نهاية string، فالأس اعتبرها إشي غريب فعطاك عليها error. عشان هيك أنا الآن بدي أضع backslash backslash عشان أخليه يتجاوز عن الكاركتر اللي بعدها، عن السنجل كوت اللي بعدها، فبيعتبرها جزء من string، وبيعتبر السنجل كوت الأخيرة هي نهاية السترينج، والسنجل كوت الأولانية هي بداية السترينج. هينا run طبع لي كلمة nights. طيب لو أنا الآن هنا وضعت double quotation ورن، لاحظ معي طبع لي إياها، و يعني ما اعتبرها من بداية أو نهاية السترينج. أوكي، لو وضعت دبل باك سلاش باك سلاش، لاحظ معي أخذ باك سلاش الثانية والباك سلاش الأولانية ما اعتمدها، زي المثال اللي احنا طبقناه. أوكي أوكي ذا إندكس because the elements of a string are the sequence, we can associate each element with an index allocation in the sequence. الآن بما أنه عند السترينج عبارة عن sequence of characters، عبارة عن مجموعة يعني characters، فأنا ممكن أعمل access على أي character فيهم عن طريق الindex اللي لإله، عن طريق الفهرس اللي لإله. فالسترينج بيكون بيحتوي على index بيبدأ من الزيرو من اليسار وبينتهي بأكبر رقم موجود عندك، وممكن أبلش الإندكس من اليمين لكن بطريقة ثانية بيكون بالأرقام بالسالب. هذا الإشي رح نحكي عنه بعدين. فاللوكيشن in the sequence إما رح يكون positive value count up from left beginning with the index zero، إما بيكون إندكس ببلش من اليسار وبلش برقم زيرو بعدين 1 2 3 4، أو بيكون negative value count down from the right starting with minus one. ممكن الإندكس يبلش من اليمين وبقيمة سالب 1 بعدين سالب 2 بعدين سالب 3 وهكذا. أوكي لمثال على ذلك عندنا hello world، هاي عبارة عن string، هاي عبارة عن الكاركترز hello world. الH عبارة عن character، الE عبارة عن character وهكذا. فالإندكس لهم بالموجب من اليسار الH إلها إندكس 0، الE إلها إندكس 1، الL إلها إندكس 2، إلى أن أصل طبعاً السبيس إلها إندكس كمان. السبيس تعتبر كاركتر إلها إندكس. لو عندك 2 سبيسز بيكون عندك 2 كاركترز، لو كان عندك 3 سبيسز يعتبر 3 كاركترز، لو كان عندك دوت تعتبر كاركتر، لو كان عندك دولار ساين يعتبر كاركتر. فعندنا hello space word، لاحظ معي الاندكس لهم بلش من عند ال h 0 1 2 3 4 الى d، عندنا باندكس 10 له اندكس 10. الان الاندكس بالارقام بالسالب ببلش من اليمين، ببلش من اليمين من ال d اللي هو اخر كاركتر. طبعا انا الان عم بقرا كلمات انجليزيه فبقراها من اليسار الى اليمين، فاذا بلشت من اليسار الاندكس بيكون من 0 وبزيد، إذا بلشت من اليمين الاندكس للدي بيكون سالب 1 اللي هو آخر رمز، الرمز قبل الأخير الاندكس له سالب 2، الرمز قبل الأخير له اندكس سالب 3 وهكذا، له اندكس سالب 3 وهكذا. فهذا هو الاندكس للسترينج. أوكي الآن عندنا A يساوي hello world و print A of minus 1، فأنا بقدر الآن أعمل access على الكلمة هاي على رموز معينة فيها عن طريق الاندكس، عن طريق الاندكس أنا بقدر أحدد عن طريق الاندكس. أوكي فالآن accessing an element a particular element of the string is accessed by the index of the element surrounded by square brackets. أوكي عندنا هنا hello str هذا عبارة عن variable وضعنا فيه النص اللي هو hello world، بعدك عملنا print لل hello str وضعنا البراكتس، انا عن طريقهم بدي اعمل اكسس على الاندكس وبراكتس اوف 1، فهون عندنا الاندكس 1 فبدي اطبع بدي اعمل اكسس على الكاركتر له اندكس 1. طبعا الاندكس من اليسار ببلش 0 الاتش، ف1 عندنا اي
فهون عندنا اي، فهون بيطلع لك الاي. لان البرنت الثانيه هلو اس تي ار اوف ماينس 1، ماينس 1 الان اللي هو اخر رمز اللي هو الدي، فبالتالي بيطبع لي الدي. لان اذا انا بدي اطبع هلو اس تي ار 11، لان عندنا الاتش بتبلش من 0 بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، فعندنا اخر شيء 10، فهون عم بيعمل اكسس على اندكس خارج رينج السترينج، فعشان هيك هذا بيكون عبارة عن خطأ، هذا بيكون عبارة عن خطأ. طيب السلايسنج هاي خلينا أول شيء نعطيكم مثال بسيط على السترينج وعلى الاندكس، بعد هيك نبلش موضوع السلايسنج. طيب هاي نيو فايل، أوكي functions sorry strings 2 okay. هاي عندنا مثلا النيم يساوي، او خلينا نحكي الكورس، الكورس يساوي cs 110. اوكي خلينا اغيره، نيم علي سبيس ملكاوي. فالآن إذا أنا بدي أطبع النيم بطبع لي كله مع بعض علي ملكاوي، وممكن أنا الآن أعمل أكسس على النيم أوف زيرو، النيم أوف زيرو عن طريق البراكتس، البراكت اللي هي على الكيبورد عندك على يمين البي، على يمين الكيبورد على يمين البي عندك البراكت الايسر والايمن، وبداخلهم بتحدد الاندكس للسترينج او للكاركترز انت بدك تعمل عليهم اكسس. فالنيم اوف زيرو عندنا زيرو اللي هو للاي، زي ما حكينا اي ببلش بزيرو، فبطبع لك هيك الاي كابيتال، طبعا الاي كابيتال. لان اذا انا بدي اعمل اكسس على 4 على السترينج اللي هو له اندكس 4، عندنا الاي 0 1 2 3 للسبيس و 4 للام، فهون الان بيطبع لي الام، بيطبع لي الام. اوكي الان بينما ماينس 1 بيطبع لي اخر كاركتر هو الاي، اي بيطبع لي الاي اخر كاركتر هو الماينس 1، واذا ماينس 2 بيطبع لي قبل الاخير الاي ماينس 1 الاي ماينس 2، ف بيطبع لي الاي ماينس 2 وهكذا. سلايسنج الان ممكن اعمل اكسس على السترينج على جزء منه، مش بس على وان كاركتر، على مجموعه كاركترز مع بعض. سلايسنج از ذا ابيليتي تو سيلكت ا سب سيكونس اوف ذا اوفر اول سيكونس. سلايسنج معناها انه تكون عندك القدره على انك تعمل سيلكشن لسب سيكونس من السيكونس الموجوده عندك، يعني تعمل سيلكشن او تعمل اكسس على جزء من السترينج، على 3 كاركتر او 4 كاركتر او 5 كاركتر من السترينج. يوز ذا سينتاكس، السينتاكس العام له عندك البراكتس وعندنا الستارت نقطتين الفينش، ستارت نقطتين الفينش. فهيك انت الان تعمل سلايسنج للسترينج، وير ستارت از ذا اندكس وير وي ستارت ذا سب سيكونس، وفينش از ذا اندكس اوف ذا وان افتر وير وي اند ذا سب سيكونس. فالآن start اللي هي بداية الاندكس اللي انت بدك تعمل عليه access، والفينش اللي هي نهاية الاندكس لكن مش داخلة، زي الرينج كيف نحن كنا نعمل رينج مثلا 0 و 10 وما في increment، ما يعني بدون ما احدد الانكريمنت. اوكي خليني اكتبها هاي، انا مثلا كنت سابقا احكي ال 4 i in range of 0 و 10 دو اعمل اشي معين، فهيك الرينج 0 و 10 هيك الان ببلش من 0 1 2 3 4 الى 9 والعشرة مش داخله، فهي الستارت وهي الاند. نفس الاشي الان هون عند الان الستارت راح تكون داخله والفينش ما راح تكون داخله، راح يدخل الاشي اللي قبلها
راح يدخل الإشي اللي قبله. طبعاً الستارت والفينش هون عم نحكي على الإندكس للسترينج، عم نحكي عن الإندكس للسترينج، لكن يعني قريبة جداً على مبدأ عمل الرينج. لما أحكي الرينج of start والإند، if either start or finish are not provided, it defaults to the beginning of the subsequence for start and the end of the sequence for finish. إذا نحن الآن ما حددنا لا الستارت ولا الإند، بالحالة هاي الستارت رح يكون أول كاركتر بالسترينج، والفينش رح تكون يعني توصل إلى آخر كاركتر في يعني سترينج. فمثال على ذلك الآن hello str يساوي hello world وprint hello str of 03 معناه اعمل access على هذا النص على الindex 0 1 2 0 ال h و 1 e و 2 ال i ال l عفوا h e l فبتبع لك ال h e l بتبع لك ال h e l. لأن مثال آخر print hello str من 3 إلى 7 فعندنا 3 اللي هي 0 1 2 3 هي 3 اللي هي ال L الثانية وبنكمل 4 5 6 هي 6 فراح يعمل access على ال L O space W ال L O space W طبعا السبعة مش داخلة ف L O space وال W. لأن مثال آخر عليها عندنا A يساوي hello world فprint لA وفي عندك نقطتين فهيك الآن بتبع لك الhello world كلها بتبع لك إياها بأكملها لأن print A of 6 to 8 فهيك بتبع لك الكاركترز 6 و 8 سوري 6 و 7 بتبع لك الكاركترز اللي إلهم index 6 و 7 فعندنا 0 لل H 0 1 2 3 4 5 6 فال 6 ببلش ب W و O اللي هي 7 فبتطبع لك W O بتطبع لك W O لأن print A of 7 to minus 1 7 to minus 1 اللي هو 7 من 7 و sorry 7 إلى minus 1 فminus 1 هي D فبتبع لك من 7 إلى L اللي هي ORL 7 و 8 و 9 والminus 1 مش داخله فبتبع لك ال ORL فهيك بنكون نحن عملنا slicing على الكاركترز أو على السترينج. أوكي الآن خلينا نأخذ مثال نطبقه على على الكود. طيب هاي الآن print name of نقطتين فهيك بيطبع لي string كامل علي ملكاوي. الآن print name of مثلا 0 إلى 4 فبيطبع لي من 0 يعني 0 1 2 3 0 1 2 3 اللي هي علي مع السبيس بيطبع لي علي مع السبيس. اوكي طيب print name of 3 2 6 هيك الان بتطبع لي الكاركترز اللي لهم اندكس 3 4 5 0 1 2 3 3 عندنا السبيس 3 4 5 يعني سبيس ام اي سبيس ام اي تمام. الان print name of سالب 4 إلى سالب 1 لأن سالب 1 ال i سالب 2 a سالب 3 w سالب 4 a فبتبع لك من a w a a w a بتبع لك a w a. بينما إذا أنا بدي أطبع مثلا من 4 إلى 2 كيف الستارت صارت 4 والإند صارت 2 غريبة وهي increment وهي
increment. فعندنا آخر شيء حكينا أعطانا AWA. طب هيرا لاحظ معي AWA وهذا ما عطى ما طبع لنا شيء. هذا ما طبع لنا شيء. Will not print anything. ما راح تطبع شيء. لأنه الرينج للإندكس أنا حاطه مش مزبوط. ما أعطانا إيرور لكن ما طبع لي إشي. ما طبع لي إشي. الآن print of name of 100. هل في عندنا إندكس 100؟ لا. طيب نعمل run. لاحظ معي أعطاني string index out of range. أعطانا الآن out of range. لأنه ما في عندنا إندكس 100. ما في عندنا إندكس 100. فأنت لو حطيت إندكس خطأ بيعطيك عليها إيرور. أوكي. هاي نحط كومنت انه هاي ايرور. إن الآن half open range for يعني slices. Slicing uses what is called half open range. The first index is included in the sequence. The last index is one after what is included. أوكي. عندنا الآن موضوع half open range for يعني slicing. خلينا نأخذ عليه مثال. أنا ممكن أحدد يا start يا end. زي هون أنا مطلوب أحدد start والend. أنا ممكن أحدد يا start يا end. مثال على ذلك print of 0 إلى 3 sorry name of 0 إلى 3. فهنا واضح أنه أنا بدي أطبع الكاركترز اللي إلهم index 0 1 2 0 1 2 اللي هي علي. هي run فأعطانا علي. ممكن هذا الكود أنا أكتبه بطريقة ثانية. بما أنه البداية عندي من 0 فأنا ما بدي أحدد البداية بس بدي أحدد النهاية. بس بدي حدد النهاية. فأنا هنا حددت الإند النهاية 3 فبيعتبر البداية الديفولت. والديفولت للبداية اللي هي إندكس 0 يعني من أول كاركتر. فهيك بيطبع لك يا من عند أول كاركتر اللي هو إندكس 0 إلى الكاركتر يعني إندكس بيطبع لك الكاركتر الإندكس إله 0 1 2 زي المثال السابق. بس أنا هنا ما حددت البداية والبداية باي ديفولت راح تكون 0. فرن راح يعطيك علي علي. راح يعطينا علي علي. فهذا المقصود فيها انه هنا نحن حددنا half of the index والهاف الثاني ما حددناه فبياخذ الديفولت فاليو اللي له. هذا في البدايه وممكن انا استخدم نفس المثال للنهايه. للنهايه مثلا print name of من 5 الى عندنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 إذن 12 من 5 إلى 12 فبتطبع لك الكاركترز اللي هم من إندكس 5 إلى آخر كاركتر عندك عندنا 0 1 2 3 4 5 ف 5 اللي هي M اللي هي A A فبتطبع A إلى آخر رمز عندك run أعطانا ال A إلى آخر رمز عندنا. فلان أنا هنا حددت البداية وحددت النهاية. ممكن أنا الآن ما أحدد النهاية 5 إلى ما حدد النهاية. فهيك الآن 5 إلى فالنهاية راح يعني النهاية هون راح تكون باي ديفولت إلى آخر كاركتر. راح تكون باي ديفولت إلى آخر كاركتر لأن أنا ما حددت الإند. فاللاين 22 21 راح يكونوا زي بعض. أيضا أعطانا من A إلى آخر رمز عنا من A إلى آخر رمز عنا. فهيك أنا حددت half of the index والهاف الثاني أنا ما حددته فأخذ الديفولت value. سواء للستارت أخذ الديفولت لإلها 0 أو الإند أخذ الديفولت لإلها اللي هي آخر كاركتر عندك بالسترينج. أوكي إحنا أخذنا هذا المثال. طيب نشوف هاي الأمثلة الآن عندنا. الآن hello يعني string of 6 إلى 10 ف 6
هي الاندكس 6 اللي هي W الفيرست والى 10 10 الدي. فبالحاله هي بيطبع لك ال W O R L W O R L والدي مش داخله، والدي راح تكون مش داخله لانه زي ما حكينا الاند ما بتكون داخله، فبيطبع لك ال W O R L اللي هي من 6 الى 10 الى ما قبل العشرة. الآن مثال آخر اللي هي hello يعني string 6 ومش محدد النهاية، ف 6 اللي هي من عند ال W ومش محدد النهاية لعند ال 10، فهيك بتطبع لك ال word، هيك بتطبع لك ال word كاملا من W O R L D، بيعمل access عليها. لأن hello يعني string نقطتين 5، فهيك إلى الخمسة يعني إلى ما قبل الخمسة. في البداية راح تكون عند ال H والنهاية عند space، فراح ياخد لك hello بدون space، راح ياخد لك ال hello بدون space لأنه ال space مش داخل، راح يكون لأنه ال end زي ما حكينا مش داخله. هاي من البداية إلى الخمسة إذا ما قبل الخمسة يعني. وهلو يعني string minus one، فهيك بيعمل access على آخر character اللي هو الدي، على آخر character اللي هو الدي. هلو string three إلى minus two، three عنا من ال L و minus two عندنا D minus واحد وال L minus two، فراح يعمل access على اللي هما ال L من three إلى ما قبل ال minus two إلى ال R، لانه هاي راح تكون الماينس 2 وهي الماينس 1، فمن 3 الى ما قبل الماينس 2، من 3 اللي هي ال L O space W O R الى ما قبل الماينس 2، فبيعمل اكسس على هدول الرموز اللي هم 6 كاركترز. واضح هدول عددهم 6 كاركترز. طيب الآن عندنا extended slicing also takes three arguments. ممكن أنا الآن أتوسع بالslicing وأحسب الcount by، إنه عندنا start وعندنا الfinish وعندنا كمان الcount by. default are start is the beginning default لإلها، الfinish default لإلها الend، والcount by default لإلها واحد لأنه نحن قبل هيك ما حكينا عنها، فكنا بس نضع الstart والfinish. لكن ممكن انا احط كمان الكاونت باي، والكاونت باي باي ديفولت 1، لكن انا ممكن احط الكاونت باي 2 او 3 بحيث يعمل جامب بمقدار يعني 2 اندكسز او 3 اندكسز اور مور. مثال على ذلك الماي اس تي ار يساوي هالو وورد، والماي اس تي ار اوف 0 11 2. فعندنا الان هنا ال 11 اللي هي الستارت، سوري 0 الستارت، 11 اللي هي الاند، والكاونت باي 2 ببلش من الزيرو الى ما قبل ال 11، وكل مره بيعمل جمب بمقدار 2، فببلش من زيرو بتجاوز عن الواحد بياخذ الاثنين ال ال، بتجاوز عن الثلاثه بياخذ الاربعه، بتجاوز عن الخمسه بياخذ السته، بتجاوز عن السبعه بياخذ الثمانيه، ثمانيه سوري، بتجاوز عن التسعة وبياخذ العشرة لأنه من 0 إلى 11 فالعشرة داخلة، فبياخذ ال H L O W R D H L O W R D لأنه عندنا الجمب هنا مقدار 2 مش مقدار 1. اوكي الان عندنا هالو string ما حددنا البدايه ولا النهايه وحددنا 2، فهيك بياخذ البدايه 0 والنهايه الاخر كاركتر وبيعمل جمب 2، فبياخذ ال h وال l وال o بنبلش من الزيرو بعدين بتجاوز عن الواحد، الزيرو والاثنين والاربعه والسته والثمانيه والعشره، يعني زي المثال السابق لكن هنا اخذ الديفولت فاليو للبدايه وللنهايه. وعندنا آخر مثال هنا، أوكي هذا خلينا نحكي عنه بعدين.
اوكي هي print of name of البداية 0 والنهاية 7 و 2. فهيك الآن رح ناخذ الindex 0 إلى ما قبل index 7 والجم مقدار 2. فبياخذ الـ A 0 بياخذ الـ I اللي هي 0 1 2 بياخذ الـ M اللي هي 0 1 2 3 4 بعدين بياخذ الـ L اللي هي 6. أيضا أخذ عنا الـ A والـ I والـ M والـ L. أوكي الآن إذا أنا خليته بقدار 3 فبصير الجمب بقدار 3 فبصير الجمب بقدار يعني 3. فهيك الآن بياخذ الـ 0 اللي هي الـ A 1 2 3 بياخذ 3 اللي هي السبيس سبيس بعدين 4 5 6 بياخذ 6 اللي هي ال L بياخذ ال A بياخذ السبيس بياخذ ال L ايضا A سبيس L. لاحظوا معي A سبيس L. أوكي طيب هي لو كانت مقدار 4 لو كانت بمقدار 4 رح يبلش من 0 بعدين 1 2 3 4 رح يوصل لعند الام بعدين بده ينط كمان 4 بيوصل عند 8 بس الاند عندي 7 فبياخذ الاي والام بيطبع لنا الاي والام بيطبع لنا الاي والأم. أوكي. الآن ممكن أن أكتب مثال آخر نقطتين نقطتين واثنين فهيك الآن بيأخذ لك الكاركترز لهم إندكس 0, 2, 4, 6, 8, 10 إلى آخره فرن طبع لي الـ A جاوز عن الـ L طبع لي الـ I جاوز عن الـ Space طبع لي الـ M جاوز عن الـ A طبع لي الـ L جاوز عن الـ K طبع لي الـ A جاوز عن الـ W طبع لي الـ A وجاوز عن الـ I فأعطاني النص الآتي. أوكي ممكن أن الآن أحط ماينس واحد ماينس واحد فهيك الآن برجع لك ريكيرسيفلي برجع لك ريكيرسيفلي خليني الآن أعمل رن فلاحظ معي عكست الكلمة علي ملكاوي عكست إياها لأن أنا ما حددت البداية ولا حددت النهاية وقلت له ماينس 1 ارجع لي بشكل ريكيرسيف بشكل ريكيرسيف فأعطانا الـ I A W هيا I A W A K L A M A K L A M وآخر شيء I L A فعكس لي الكلمة بكود بسيط جدا. هاي روعة وقوة وحلاوة لغة البايثون. طيب الآن هذا المثال نفسه لو أنا كتبته بالطريقة التالية أوكي name of بلش بواحد وإلى آخر إشي ومقدار اثنين. أنا الآن هون ببلش بالسترينج بالكاركتر واحد اللي هو الـ L والإند مش محددها والجم مقدار 2 فبيعطينا الـ L الـ I لا بيعطينا الـ Space الـ M لا بيعطينا الـ A فهيك بيعطينا الـ Characters اللي هم Index 1 3 5 7 9 إلى آخره اللي لهم Index يعني odd اللي لهم Index odd. يعني أنا مش شرط إني بس أبلش من 0 لا ممكن أبلش من أي Index أنا بدي إياه. فلاحظ معي الـ A راح هو ببلش من عند الواحد اللي هي الـ A L عند الـ L فأعطانا الـ L بعدين جاوز عن الـ I أعطانا الـ Space بعدين جاوز عن الـ M أعطانا الـ A جاوز عن الـ L أعطانا الـ K جاوز عن الـ A أعطانا الـ W جاوز عن الـ A وأعطانا الـ I. ممكن أعمل الجمب مقدار 3 أو أكثر من ذلك وممكن أنا أبلش بمثلاً 2 وأنهي برقم معين بـ 8 والجمب مقدار 3 ما في إشكالية.
اوكي خلي واحد مش محدد النهايه والاند اثنين. اوكي الان خلينا نرجع للمثال السابق اللي هو النيم اوف نقطتين ونقطتين وماينس واحد. اذا انا حددت البدايه من زيرو والنهايه مثلا مش محددها وماينس واحد، لاحظوا معي انه راح يعطينا اوكي لاحظوا معي الان هنا فقط اعطانا الاي، فقط اعطانا الاي لانه انا حددت البدايه بزيرو وما حددت النهايه وقلت له ماينس واحد، فبلش بايه بده يرجع بماينس واحد فما عرف يرجع فاعطانا فقط الاي، اعطانا فقط الاي. بينما انا هون بس لو اعطيته انه الزياده بمقدار واحد وبلش من زيرو بطبع لك ياهم كلهم، بطبع لك ياهم كلهم. اوكي لان برجع انه ماينس واحد، لو انا قلت له بلش من اخر واحد اللي هو سالب واحد وارجع الى اول واحد فيهم اللي هو زيرو قلت له ماينس واحد، هاي ران عكس لي اياها، لان قلت له انا بلش من اخر واحد وانهي باول واحد وارجع بالسالب، ارجع عكسي، ارجع عكسي، فاعطاك اياها بشكل مقلوب، اعطاك اياها بشكل مقلوب. طيب كمان مثال اخير، print of name نقطتين نقطتين ماينس اثنين. هيك الان برجع لكرسي، برجع لورا بس مش سالب واحد سالب واحد، سالب اثنين سالب اثنين. فرن لاحظ معي بلش ب i تجاوز عن ال a انتقل لل w تجاوز عن ال a واعطاني ال k تجاوز عن ال l اعطاني ال a تجاوز عن ال m اعطاني ال space تجاوز عن ال i واعطاني ال l تجاوز عن ال a لانه انا قلت له سالب 2، انه انا قلت له سالب. اوكي الان عندنا some python items. Items are python phrases that are used for a common task that might be less obvious to non-python folk. How to make a copy of the string. كيف انا الان ممكن اعمل copy من ال string انسخه. ف my str يساوي hi mom. New str string اخر او variable اخر يساوي my str of احط نقطتين وعندك ال brackets فهيك عم تعمل copy. How to reserve a string. كيف أنا الآن ممكن أعكس النص. A يساوي hello world. أعمل print لA. نقطتين نقطتين مش محدد البداية ولا النهاية وماينس واحد. فهيك الآن بعكس لك إياها. هاي D L R O W space O L L E H. فبعكس لك string بكود بسيط جدا بلغة البايثون. أوكي. هذا هو الكود. اوكي عندنا الان string operation، هذا ان شاء الله راح نعطيكم اياه بفيديو او بمحاضره اخرى. يعطيكم العافيه يا شباب جميعا، واقدر لكم حسن الاستماع، والى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.